يا منى؟ فاكهه مع عصفور. بابا جوه؟ بس معاه ناس في المكتب. معاه ناس في المكتب؟ طيب انا هقعد استناه هنا. ماشي. مالك يا منى في ايه؟ اصل كريم جاي يخطبني من بابي، وانا شايفه ان هم طولوا قوي في اوضه المكتب. جاي يخطبك؟ ربنا يسعدك يا رب يا بنتي يا رب. الله يخليك. تفتكر بابي ممكن يرفضه يعني؟ ممكن يرفض. بابا ما بيوافقش على حاجه الا اذا كانت على مزاجه. الله يبشرك. ما تزعليش يا منى، دي الحقيقه اللي انا عارفها عن بابا كويس. مع السلامه يا باشمهندس. مش قلت لك مش هيوافق؟ تعالى يا عصفور. ايوه يا باشا. ايه الاخبار؟ معلش يا منى بقى. ما بيوافقش؟ يا بنتي ما تخضيش كده. الف مبروك. اخس عليك يا عمر، وقعت قلبي. قلت لك طالما انا اتدخلت ما تقلقيش من اي حاجه. طب وتابعوا على كل حاجه. ايوه، وفرحكم الاسبوع الجاي عشان تلحقوا تسافروا. يا بنتي خلاص كفايه، لازم انزل مصر بقى عشان كنت لابسه عروسه. ربنا يخليك لي يا عمر، ربنا يخليك ليا، وما تحرمش منك ابدا ابدا يا احلى اخ في الدنيا. ايوه يا كريم، انت اتفقت مع عمر انك انت تخرج مكشر صح؟ ماشي يا كريم، احنا هنبتديها كده يعني براحتك.